عندنا يعني انا كنت مسميه روز ميلك، وبعدين قلت طب ما انا اعمله الوان الكريسماس بس هعملها باستال، يعني هعمل الاخضر فاتح، هعمل الاحمر فاتح ممكن يدينا على بينك شويه، وممكن اعمل جولد. خلاص طيب محتاجين ايه بقى؟ محتاجين حليب مبخر، هو بيبقى نفس علبة الحليب المكثف المحلى بس مكتوب عليه لبن مبخر، ومحتاجين كوبايتين مية سخنين مع سكر ولون زي ما انتوا شايفين، ونشا عشان يتقلها لي شوية، وممكن نحط شوكولاتة بيضة مبشورة لو انتوا عايزين تتقلوا شوية، ده بقى عشان الجو السخن ده هيدينا شكل حلو قوي، نشربه في مجات تبقى شفافة بيدينا شكل جميل جدا جدا واحنا بنقدمه. تعالوا نشوف ايه هنحتاج ايه. اهو هجيب ده كده، وحبه كريمه ممكن احطها هيبقى لطيف. هحط الحليب المبخر مع السكر، ماشي. مش هحط بقى الالوان دلوقتي، هستنى ايه عشان هلونه، هلونه كايه لونين او ثلاثه، واجيب كده ايه النشا. ادوبها واحط ايه الميه كمان ايه شويه يدوبوا بس، واحط الميه نقلب كده اهو، احطه ايه على النار. خلاص يلا خليني احطه هنا مفيش مشكله. اول ما النشا يدوب وسط اللبن والسكر هبتدي احط الايه الميه. نبص كده على اللبن، احط بقى الميه. سيبه يغلي بقى، اول ما يغلي هبتدي اقسمه بقى تلاتة، واحد لونه جولد وواحد ممكن نعمل هنا الجولد، هعمله هنا. ماشي هو كده ايه داب خالص، هحط له بس كريمه، اسيبه يغلي كده بس مع الكريمه قبل ما ايه اجيب كبشه. احنا حطينا الجولد، عايزين نحط الاخضر، ممكن اعمل اتنين جولد واحد احمر واحد اخضر. حسيت البينك مش ايه مش لايق قوي مع اللي احنا فيه بس. بص بص الحلاوة. يلا بقى ندخل على الأخضر. بصوا حلو ازاي، قوي حلو قوي قوي قوي. بصوا